اهلا بيكم في قناة سوبر سما وحلقة جديدة من لعبة لايف افتر. بصوا النهاردة بقى هنروح مع بعض مهمة اسبوعية اسمها ترين ستيشن. كل حاجة فيها عبارة عن محطة قطر وقطر وكل حاجة فيها واقعية تماما. بصوا ترين ستيشن دي بتبتدي زي المهمات الويكلي، كل مرة بتبتدي يوم الحد، ممكن نعملها في اي يوم من خلال اسبوع مرة واحدة بس. يلا بينا نبدا بسم الله. بصوا مبدئيا كده عايزه اقول لكم معلومه، ترين ستيشن من اصعب 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 المهمات الموجوده في اللعبه على الاطلاق. اول حاجه بنعملها ان احنا بنضرب الناس اللي ماسكه مدافع وعليهم علامات صفرة دول. طبعا لو وقع في سكتنا اي زومبي بنجيبه برده. نحط هنا امو وبنضرب في عليهم علامات صفرة. بصوا مزرعة زومبي بتظهر مع الناس كمان اللي ماسكة مدافع، فالموضوع صعب جدا جدا جدا. It's okay. جينا خلاص عند البوابة بتاعت المحطة نفسها، احنا كده كنا برا المحطة بتاعت القطر، دلوقتي دخلنا البوابة بتاعت المحطة دي. كده المحطة من جوه، هندخل دلوقتي هنضرب برضو الناس اللي ماسكة مدافع وعليهم علامات صفرة. ليه هدفنا بنضربهم؟ علشان في ناس المفروض هنحافظ عليهم هنا، يعني بعد ما نخلص على دول في ناس هنحافظ عليهم. او ماي جاد او ماي جاد، بس يا جماعة بس يا جماعة. اطلعوا 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 انتوا بره، اطلعوا انتوا بره، هم دول الناس اللي بقول لكم عليها. نحط هيلز، مش مانع ناكل وجبة. هيلز 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 هيلز. نروح نكمل ضرب. بصوا اهو هنضغط عليه، انا كده خلاص بخرجه برا المحطة، علشان في بوس دلوقتي هننزل نعمل له اللوري من تحت ونسحبه على فوق. البوس ده صعب جدا طبعا، بقى البوس اللي بعده اصعب منه بمراحل. هننزل دلوقتي نسحبه. اهو هنفتح الباب. او ماي جاد، اهو البوس ده. بنسحبه هنا عشان بس المساحة تكون مديانا فرصة ان احنا نتحرك براحتنا وهو بيضرب، لان ضربته غلسة قوي. اهو جاي، يلا بينا يا جدعان. نحط بقى شيلد وهيلث طول ما احنا بنضرب فيه. حلو حلو، خلصنا نص الهيلث بتاعه. خلاص خلاص، هانت 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 هانت، دن دن، خلصنا عليه. هننزل بقى دلوقتي في قنابل المفروض ان احنا هنعملها تعطيل. هما ثلاث قنابل بالظبط، هنعمل لهم تعطيل وبعد كده هنصلحهم تاني. هأجي
دي او ده بنكلمه، ده مش من ضمن القنابل، ده بيشرح لنا بس هنعمل ايه. يلا بينا. هنا دي اول قنبله بنعمل، عملنا لها خلاص كده التعطيل. ننزل عند تاني قنبله تحت اهي، ولازم على فكره اللي ابتدى بتعطيل اول قنبله هو اللي يكمل بقيه القنابل علشان هو بيختار الوان معينه. بصوا بقى الزومبي هيجي لنا دلوقتي من كل مكان، كل مكان هتنزل علينا زومبي حرفيا هنتنفخ. او ماي جاد ضربتهم فظيعه. نسيت اقول لكم صح، سيبكم من الموضوع اللي احنا فيه دلوقتي ده، انا جالي كمان الشعر بتاع الطقم 30 يوم هديه. اوكي هنروح بقى دلوقتي على تالت قنبلة. لا 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 مش مشكلة بقى، الشل شيل الزومبي ما يضربنيش. دي تالت قنبلة. اتس اوكي كل حاجة تمام. من هنا بنفتح البوابة بتاعة القطر اهي زي ما انتم شايفين. بصوا بقى بمجرد ما هنقف على الدايرة الزرقاء دي ناخدها طيران بقى، نجري ما نقفش ولا نضرب زومبي ولا نعمل اي حاجة، نجري طيران لغاية ما نروح عند العلامة الصفراء. بصوا لان في قطر رايح وقطر جاي في المنطقتين دول دي اللي احنا فيها دلوقتي دي، وكمان لو حد عدى منهم علينا فخلاص هيخلص علينا بقى، فاحنا طبعا مش عاوزين ده يحصل فهنجري باقصى سرعه. لا 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 مش وقته مش وقته مش وقته مش وقته، اجري 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 اجري. او ماي جاد القطر عدى عليا، بس انا كنت هجري طيران عادي، بس طبعا الزومبي ابن الحلال دوت ما مرضهوش. نو بروبلم خالص على فكره. هقوم دلوقتي هصحى عادي جدا، بس انا ما كنتش عايزه كده يحصل بصراحه. اوكي يلا بينا. انا لما نزلت بقى نزلت في المكان المفروض كنت هروح له جري، وتمام نزلت بالشيلد بتاعتي وبالهيلث بتاعي وكل حاجه. هنقف بقى هنا عند العلامه الزرقاء دي الدايره دي، هينزل لنا البوس الاخير. هو ده. بص هو مش زومبي بس هو تحسوه كده رئيس مافي او حاجه زي كده. البص بقى ده اصعب من الاولاني بمراحل جدا، يعني صعب جدا، يعني لما بيجي بيدمش فينا ويضربنا اي اتاك بيبقى بصراحه ضربته القاضيه. احنا مش مشكله خالص نضرب في الاثنين اللي جنب التخان دول، اهم حاجه نضرب فيه هو بس. خلاص احنا دلوقتي خلصنا على نص الهيلث بتاعي. او ماي جاد الضربه اللي انا كنت خايفه منها.
هو بيحدف علينا السلسلة اللي في ايده، بعدين بيسحبنا ليه، فالأتاكة دي كفيلة ان هي تخلص علينا من غير اي حاجة يعني. السلاسل اللي في ايده قوية جدا. Thank you جانا. اي خلاص خلاص، ما حدش يصحيني، انا هقوم اهو لوحدي. لا بقول لك ايه، لم نفسك شويه علشان ايه، انا لسه صاحيه اساسا. لا ميرسي قوي، ميرسي قوي لذوقك، ده انت خنزير. خلصوا عليه. طيب وانا يعني حرام عليكم، استنيتوني طيب اصحى يا جماعه، طيب اساعد في اخر اتاك عليه. طيب ايه، مش عارفه احط امو منكم تخلو. نشوف بقى البوكس هينزل. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو حلو حلو، كوتون اي في، تمام. محدش جاله مازل اصلا. اتس اوكي، نخرج دلوقتي من الطياره وهختصر لكم كل اللي حصل ده. نوصل، بس اهم حاجة انا ممكن اتكلم عادي، بس لا لازم اوصل. 4200 جولد، واو. بصوا بقى يا جماعة، احنا اول حاجة عملناها ايه؟ اول حاجة نزلنا في الترين ستيشن، لقينا زومبي كتير قوي، ولقينا ناس ماسكة مدافع وعليها علامات صفرة ولابسين اورانج كده. اهم حاجة نضرب الناس اللي ماسكة مدافع دول وعليهم علامات صفرة. بعد ما ضربناهم رحنا عند البوابة بتاعة المحطة من جوه، فتحناها، وبعد ما فتحناها ضربنا نفس الناس اللي ماسكين مدافع، علشان هدفنا ان احنا ننقذ الناس التمانية اللي المفروض ان احنا نحافظ عليهم من جوه، نخرجهم بره المحطة خالص، وخرجناهم فعلا. بعد كده عملنا لوري او سحبنا البوس من تحت لغاية فوق علشان يبقى فيه مساحة كافية ان احنا نتحرك فيها ونقدر نضربه براحتنا. بعد ما خلصنا عليه نزلنا عملنا تعطيل لثلاث قنابل، وبعد التعطيل بتاع الثلاث قنابل فتحنا البوابة بتاعت القطر اللي بيعدي منها. مشينا بقى، رحنا عند الدايرة الزرقاء، مشينا بأقصى سرعة. طبعا ده ما حصلش معايا يعني، بس الصح ان احنا نمشي بأقصى سرعة لغاية ما نروح عند مكان البوس الأخير. بعد كده بنضرب البوس الأخير وخلاص. بس كده، يا رب تكون الحلقة عجبتكم والشرح بتاعي عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، استنوني فيديو جديد من سوبر سما.